السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس هالفيديو بسيط جدا. احنا فعليا يعني عملنا الكونفيجريشن للراوتر وجهزناه ورجيتكم كيف تدخلوا بتحطوا الاعدادات، اعدادات بسيطة يعني لمختبر، يعني بس تيستينج كونفيجريشن. لكن يعني كيف بدك تتأكد انه الفاير وول شغال عندك وكذا؟ لو جيت هون وشغلت مثلا زي ما انتم شايفين هون، خلينا نعمل وكيف نعمل نيو تاب، نيو تاب، يلا كنترول تي، طيب هاي كنترول تي، طيب عندي هون جنوسنس فرونت كذا. كمان مثلا بقدر اجي هون خلينا نعمل مثلا دوت نو دوت اورك. طيب انا حاليا في عندي ترافيك شغال ماشي. اللي راح اعمله اللي راح اجي هون على الفاير وول نفسه، او خلينا نحكي على الراوتر تبعنا، فهو نيجي كيف بدي اعرف انه هو اللي بيعمل ناتينج يعني. فبقدر احكي له كونكشن connections. تمام، شايفين نفس ما كنا نتفرج على سيسكو او على الراوترز العاديات. فانا عندي من تفرجوا هون مثلا عندك من حياته، شايفين مين السورس؟ لا يعني انا قاعد ببعث للدستنيشن تبعي مثلا، بغض النظر ايش السيرفر اللي بروح عليه، لكن انتم بتقدروا تلقوا نظره هون تشوفوا انه كلياتهم من نفس الهوست اللي عندنا على الشبكه. كمان في يعني مثلا بتقدروا تحكوا له انه ورجيني البوليسيز، فهي بحكي لك شو البوليسي، مين مسموح له يطلع على النت، مين مسموح له مثلا من الفاير وول مسموح له يفوت على النت، مش مسموح له مثلا يفوت على البرايفت، مسموح له يفوت على الدي ام زي، انتم بتسموه زي ما بدكم يعني، طبعا مش اسماء يعني حصريه. بتقدر هون مثلا تحكي له هيلب، بحكي لك شو كمان اشياء ثانيه. كمان بتقدر تحكي له شو زونز، فهي عندك الزونز وكل يعني اللي احنا عملناها كونفيجريشن بشكل كامل. كمان انت بتقدر تلقي نظره شامله على الاشياء اللي عندنا، شو اي بي كمان هاي مهمه. طبعا هون بحكي لك كل انترفيس والاي بي تبعه، هذا اللوب باك ادرس، هاي اللي هو الايثرنت 3، الايثرنت 3 اللي احنا شابكين عليه، والايثرنت 5 اللي بيعمل ناتينج مشبوك الانترنت. يعني لا هذا مشبوك الانترنت صحيح، هذا الايثرنت 2 هو المشبوك مشبوكين احنا عليه. هذا اللي احنا عاملين عليه اس اس اتش عذرا يعني. بس يعني هاي شايفين يعني بتقدر انت تعمل راوتر بالبيت عادي، ما في عندك مشكله. اتوقع هاي يعني كل الامور راح تحتاجوها علشان تتاكدوا انه، طبعا اكيد راح تعملوا راوتر اكيد، فعشان تتاكدوا انه شغال وبيقوم بالعمليات بشكل سليم. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.